ودار استشفاء وإيواء تديرها بدرية شيخ البساتنة مديرة مركز البدل لإدارة المشاريع العلاجية، وأكيد منورانا بالاستوديو. يسعد صباحك أستاذة بدرية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، شكرا جدا لاستضافتكم. أهلا فيك. يعني أستاذة بدرية، بداية لابد أنك تخبرينا وتخبري المشاهدين عن فكرة مركز البدر وما الجديد اللي قدمه. مركز البدر اجى من فكره اني انا كنت مستلمه ملف جرحى بالمستشفى، كان يصلوني صبايا واطفال بدون مرافقين. بقى بديهي جدا انه ما بعد المستشفى في استشفاء، نعم، لتوفير المال، يعني المستشفى تكلفته عاليه. بقى اجى فكره مركز البدر، انشاته انا وزميله لإلي اختي بالله، هي اسمها نادي العطار. نعم. صار له هلا عمر 3 سنين بالضبط. جميل. للصبايا نساء واطفال حصرا. فقط. بقى كان استشفاء ما بعد المستشفى والعمليات، انه يعني في دريسنج، في غيارات، كان في عنا ممرضه قائمه صباحيه وممرضه مسائيه. الاطباء اللي كانوا عندي بالمستشفى اصلا، والمكان قريب على المستشفى، بقى الاطباء هن نفسهم يتابعوا الحالات اللي عملوا فيها العمليات عنا للاطفال وللصبايا والنساء. بعد الاستشفاء والجرح ما يطيب ويخلص، بصفي بده العلاج الفيزيائي. بقى كمان بنعمل العلاج الفيزيائي بنفس المكان. حلو. في يعني اخصائي فيزيائي عندكم، نايمين ولهم اماكن موجودين. أسرة يعني فيك تسمي استشفاء وايواء. جميل. تمام. بياخذوا العلاج الفيزيائي. طيب استاذه بدريه، انتم في عندكم يعني اضافه، او خلينا نحكي بتفصيل اكثر عن طبيعه الخدمات العلاجيه اللي انتم عم بتقدموها. يعني ذكرتي مساله العلاج الفيزيائي، هاي نقطه جدا مهمه، خصوصا انه اللي عم بيوصلوكم عاده بيكونوا فاقدين يعني اطراف يعني في الحرب، فخبرينا اكثر ايضا عن الخدمات العلاجيه اللي بتقدموها بخصوص هذا المجال. هلا العلاج الفيزيائي يعني بند كثير مهم، حتى للي عندهم شلل دماغي مو شرط يكونوا مصابين بالحرب. نعم. بقى احنا بناخذ كل الحالات، لكن هن يعني الاغلب هن مصابين بالحرب، اصابات حرب بالحرب. هلا العلاج الفيزيائي بيقدمه بيستلمه اخصائي محترف، يعني بيمسك الحاله وبيفحصها. هلا بناء على فحصه للحاله بيقول هذه الحاله ممكن استلمها لكن تاخذ وقت. مثلا في عنا حاله بالمركز اسمها علا، كان عندها شلل نصفي اكثر من جهه واكثر، ما في مجال منها ابدا تماما. قال بدها تطول، بدها مده زمنيه طويله، قلنا ما عندنا مشكله. نعم. علا الان بتمشي ما شاء الله، ما شاء الله. خلال سنتين ونص. جميل. علا من نزل وما زالت عنا موجوده للان، اهلها بالزعتري، بتروح بتزور اهلها زياره وبترجع. ليه بدها ترجع هلا؟ هي فعليا علاج ما عاد لها لانه خلصت. نعم. لكن هي عم تستفيد من باقي الخدمات اللي عم يقدمها مركز البدر. جميل. طيب خلينا نتحدث عن باقي هذه الخدمات، يعني بالاضافه انكم عم بتساعدوا فيزيائيا العلاج الفيزيائي، ايضا ماذا يوجد خدمات لهذه هلا في باب الدعم النفسي. بقى له ابواب كثيره ممكن يكون منه. بقى في ورشات عمل انعقدت بمركز البدر من باب الدعم النفسي. في عندك ورشه رسم لهم سنه واربعه اشهر داخلين بورشه رسم. في عندي اطفال ما بيعرفوا يمسكوا القلم، ما دخلوا مدارس قبل هيك، تمام، الان رسامين لوحاتهم. يعني بتحكي بدوا بلوحات قلم، بعدين اللوحه كانت ترتسم نص بنص، قلم وامل. هلا صفت امل. جميل. يعني طبعا اكيد معروف الرسم هو وسيله من وسائل العلاج النفسي والتفريغ. بالتاكيد احنا هلا مو بس اللي يعني الموجودين داخل المركز هن، بس احنا اللي بنشتغل عليهم بكل مناحي الخدمات. احنا في عنا اوت بيشن، يعني هدول ان بيشن، في عنا اوت بيشن. يعني فعليا احنا يومي بتواجد عنا من 25 ل 30 شخص داخل المركز. جميل. غير النايمين بجوات المركز، بياخذوا كل الدورات كل الورشات. جميل. يعني طب حابه ارجع شوي لمساله الدعم النفسي، يعني انتم في عندكم العديد من الورش بهذا المجال، منها من ضمنها ورشه الرسم، لو تحكي لنا اكثر ايضا على باقي الورش. هلا ورشه الرسم باب الدعم النفسي. بعدين انا كثير مع يعني انا في نقطه كثير مهمه، كثير مهمه، اي شخص فينا لازم يكون منتج. بغض جميل. النظر عنده اعاقه، عنده اصابه، تعرض لظرف معين، لازم يكون منتج. المجتمع بده منتجين. هلا حتى السيده لازم تكون منتجه بغض النظر لو بتعرف تعمل طبخه مرتبه وكذا، هذا بعتبره انتاج وايجابي. الصبايا اللي عندنا والنساء مع حكم الظرف والاصابه اللي عندهم والظروف اللي عم يمروا فيها، عندهم بتر مثلا، عندهم شلل، عندهم طب هون وين الانتاج بده يكونوا فيه؟ لا هن هلا عم يتاخذوا ورشه تصنيع اكسسوارات. جميل. بقى نفس مدرسه الفنون. نعم، نفس مدرسه الفنون عطتهم الرسم، عطتهم وتصنيع. بقى بيقعدوا بيشتغلوا هن، بيطلعوا الموديل وبيصنعوه، شاركتهم باكثر من بازار بالاوتيلات، بقيمتهم ووجودهم، هن بيحسوا بتواجدهم، بيحسوا. نعم. بقيمتهم، بيحسوا بمكانتهم. صحيح. فقد طرف في عنا طفله بتقول لك انا مبسوطه كثير
انه انا فئه الطرف، لانه لولا اني انا فئه الطرف ما كنت اجيت لمن سوريا للاردن، ما كنت عندكم بمركز البدر، ما كنت تعلمت اللي تعلمته جميل. اسمها ايمان. خليتوهم يقدروا انه كيف بعد بعد المحنه في المنحه. نعم جميل. طيب استاذه بدريه، ايضا اضافه لهي الامور في عندكم مسرحيه جميله انتم دربتوا عليها الطلاب، رح نتحدث عنها اكثر، مسرحيه طلعنا للحريه، لكن يمكن بدنا نشوف هلا الكليب، اذا نشاهد الكليب او هذا الفيديو من ثم نعود. وطن أنا وأنا وطن، وطن أنا وأنا وطن، حبك نار في فؤادي، متى أراك يوما حرا يا وطني. يعني شاهدنا هذه المسرحيه، كنت عم تحكي انه هذا ايمان وعبد الله وعيونك عم بتلمع يعني استاذه بدريه، يمكن اكيد المجهود اللي بذلتوه فعلا لحتى هدول الاشخاص يطلعوا ويمثلوا هذه المسرحيه أكيد. وتكون فرحه موجوده على يعني عم حياهم. خبرينا اكثر عن تفاصيل هذه المسرحيه. هلا هاي المسرحيه نحن كمركز بدر كنا سبونسر فيها تمام، كنا من الداعمين مثل فريق ملهم مثل اثر الفراشه جميل. نحن كنا داعمين، لكن ابطال المسرحيه الجرحى كلهم كانوا من مركز البدر، منهم عبد الله وإيمان اللي هلا طلعوا تمام. بقى انت تخيلي انك انت مثلا عبد الله اجاني على مستشفى الجزيره بشهر 2014 شهرين ونص، عبد الله يعني اصابته بليغه جدا من فوق اصابه جدا بليغه شوفي النفسيه اللي كان فيها، شوفي كيف كان وضعه، وحيد على ثلاث بنات، قصه كثير كبيره. شوفي عبد الله هلا لما وصل على المركز كيف صار يقابل العالم، كيف يشوفهم، كيف يحكي معهم، كيف يناقشهم. تخيلي انه هو كان مثلا ما ياخذ يعطي مع الناس مع ضيوف، كيف يوقف على مسرح فيه 1000 شخص. جميل. بقى قد ايه انت اشتغلتي عليه من جوا، عملتوا نقله نوعيه بحياته، قد اشتغلتي عليه، قد زرعتي الثقه جواتهم انه انتم هاي الاصابه ما رح تحد منكم ولا من ثقتكم ولا من كرامتكم ولا من حريتكم بالمستقبل. انتم حتبنوا سوريا بكره. كيف قدرتوا تزرعوا فعلا هذه المفاهيم وهي مو سهله بعد فعلا يعني مرحله صعبه بحياتهم بعد فقد يعني اليم في جسدهم؟ شوفي اقول لك شيء صفاء، الفكره ابدا ما لها سهله. انا يعني انا شغلا عملي تطوعي الانساني 26 سنه بالاردن. الملف السوري بسهوله مسكته، بس ركزت على الطبي شوي لانه السياحه العلاجيه عندنا مكلفه. بقى بعرف انه حيكون هو الشائك جدا، حيكون باسس بالتخصص سنه 8 اشهر وانا على مستشفى الجزيره كمان سنه 8 اشهر. هون كان يجوني الحالات سخنه يعني خلال 4 ساعات من الإصابة يكونوا عنا تمام. ما انت تخيلي لما انت بدك تكوني عم تشتغلي هذا الشغل، يا بتشغلي قلبك يا بتشغلي عقلك. صحيح. اما الاثنين سوا صعب. بقى هو هون بيشتغل العقل. جيد. بدك تسكري ملف المشاعر قبل ما تفوتي، شو ربنا بدربك بدربك قبل سنين طويله. جميل. عارف حيحطك بمكان بكره بالمستقبل انت حتكوني قده. بقى انا دربني بظروف معينه سبحان الله لحد ما وصلت، وكان يعني مؤقت، المهم هم سلموا لناس وبعدين هن يستلموه وكملت. بقى سبحان الله انك انت بكتفوتي بهذا المكان، تخيلي لما بيجيك الجريح مصاب باربع خمس اصابات. نعم. راسه وبطنه ومفجر صدره وعنده الوريد مقطوع، عرفتي يعني حالته. انا صرت شبه دكتوره شبه، عرفتي طبعا لا دكتوره ولا مهندسه ولا انا بس ماما، لكن على الاقل تقدري تتعاملي مع حالات الطوارئ تمام. لكن انه انت اذا انت ما كنتي واثقه من اللي عم تعملي بالمكان اللي انت ماسكتي كمديره مشروع مع الكادر اللي معك، صعب
انك انت تزرعي الثقه بالشخص اللي قبالك اذا انت ما كنتي واثقه من اللي عم تقدميه. جميل. بقى لما كنت فوت لعندهم الصبح على الغرفه مثلا، وغرفه عبد الله كانت بلزق مكتبي، لما يدق لي على الحيط هيك هو موجوع، خالته ام عبد الله بيصيح وكذا بده مسكن. المسكن كثير رخيص قدام الانتيبيوتيك وباقي الادويه، يعني دينار ابره الفاليوم ما بتعني شيء، لكن تضرب له كلوي. روح لعنده انه هلا بعطيك قد ما بدك، بس ما فيني اعطيك، انت لازم تقاوم، انت لازم تقوى. اذا بدي اذيك بشيء ثاني حاضرب لك الكلى عندك عرفتي طول النهار هذا الحكي من جريح لجريح لجريح لجريح. بيطلع على المركز وهنيك لقى قلب حنون كثير وقلب رؤوم كثير، اللي هي هنادي العطار اللي هي مديره المركز التنفيذي. تحيه بالمناسبه انعرضت صورتها يعني. نعم. عن هنادي لها بصمه جدا كبيره حتى اكثر مني انا بكثير. هنادي استلمت المركز من الداخل، كانت هي قلبه هي روحه، يعني اذا بتغيب يوم وين كانت تتعامل مباشر مع المرضى ابدا. انا كنت اقعد ايام شهرين ما اشوفهم ولا اوصل المركز، مع انه كثير قريب على المستشفى. انا كانت المستشفى سارقتني تماما، يعني اخذ كل وقتي. نعم. بقى اجي ضيفه، يعني اذا بدي فوت هيك لاقيهم قاعدين عم ياخذوا ورشه او درس، صبح عليهم صبايا بوسهم كذا وارجع اقعد بالمكتب مثل الضيوف. اوكي. بس هي كانت روح جميل. المركز بتحسي فيها. جميل. اذا بتغيب يوم بيستفيقوا لها. يعني هو جهد كبير اكيد استاذة بدرية، يعني والعمل في هذا المكان ليس بالامر السهل. نعم. لكن قد ايه فعلا تستهدفوا اشخاص خارج نطاق الحرب والاصابات؟ هل هو مفتوح لجميع الاشخاص جميع الحالات ولا التركيز فقط على الحروب؟ هلا بدايه هو المشروع مشروع سوريين. تمام. هلا اصابات حرب او غير اصابات حرب، في عندنا شلل دماغي، في عندنا طفل اسمه دارين وقت من الطابق الثاني هون بالاردن. عمرها سنتين، عالجناها كانت بغيبوبه 3 اشهر، بعدين شوي شوي دارين صارت تمشي، دارين هلا بتحكي، كلامها بده يعني تفسير شوي، لكن الحمد لله مع العلاج الفيزيائي فقط. تمام. مع المعالج. في عنا حالات من خارج المركز، احنا ما بناخذ شباب، ما عنا. نعم. شباب بقى بعد ال 14 خلص بقى بيجوا اوت بيشن، هدول بياخذوا علاج فيزيائي. العلاج الفيزيائي مثل اي علاج بالاردن مكلف بقى. نعم. جلسه 25 دينار بقى، وين بده يعملها؟ لا تعال ما عندي مشكله، انا بقدم لك علاج فيزيائي عندي، اضافه لإله هو مبتور. طب انا ما عندي مشكله بقدم لك طرف. انت مش هتكون نايم عندي، مش هتكون بس انا نساء واطفال، لا. بقى احنا بفضل الله عز وجل اولا بانه احنا بتجينا الاطراف مجانا تماما. احنا وقت ما عملنا هلا المركز ما دفعنا حق طرف واحد. والطرف من الانواع الذكيه، ويعني بيسوى 5000 دولار. يا سلام. تمام. منظمه امريكيه بالتعاون مع شركه استراتيجيه اردنيه، عملنا مذكرة تفاهم احنا وياها بدايه المركز للان، وبعدنا الان مستمرين. ممتاز. بقى بيعطونا هي الاطراف، بيعطوا المواد الخام، وبتتصنع بمركز غير ربحي كمان. بقى انا في حالات كثير انا ولا هنادي. نعم. مثلا بيبعثوا لنا على الواتساب انه او بيحكوا تليفون ما بنعرف وجههم، بنرفع ايميل من هون للمركز الحسين سي سي تي مشان يعملوا يصنعوا لهم الطرف، وبيركبوا الطرف وبيعملوا المواعيد وبيروحوا ما بنعرفهم. وانتم بتكونوا صله الوصل فقط بقى. احنا من بدايه المركز للان مركبين 1/9/2016 مركبين 187 طرف بمعدل 5000 دولار، عم تحكي عن 935 ألف دولار، يعني قريب المليون. نعم. أنا إذا بدي أعتبر كل شغل المركز البدر على جنب. نعم. وبس أنت عم بس إحنا نجحنا بتقديم خدمة الأطراف، أنا بعتبره هذا نجاح. ما شاء الله. طيب أستاذة بدر، أنا حابة أرجع لنقطة، أستاذة بدرية عفوا، حابة أرجع لنقطة جدا مهمة أنت ذكرتيها، مسألة أنه أنتم عم تزرعوا روح معنوية. نعم. روح المقاومة، روح الأمل في هدول الطلاب اللي أو عفوا المرضى اللي بيجوا عندكم، أنه أنتم راجعين إلى سوريا وستبنوا سوريا في يوم من الأيام. وكانت من ضمن المشاريع الحلوة اللي أنتم قمتوا فيها مشروع الطريق إلى دمشق. أو لوحة الطريق إلى دمشق، خبرينا عنها. يعني أثناء ما أنت عم تتحدثي عنها رح تعرض على الشاشة. هي فكرة في فنان أردني والتقينا فيه بالصدفة، أو ناس هيك كانوا يعني هن الوسيط، وفنان فنان يعني هو. نعم. عنده جاليري وكذا وهيك، واجت الفكرة هيك بالتناغم مع اللي احنا عم نحكي انه هن بده يرجعوا آخرتها حيرجعوا، وسوريا ما حتنبنى غير بشبابها. وقد ما غابوا قد ما هاجروا قد ما هجروهن، شعب سوريا مختلف عن باقي الشعوب، ما بيقدر. نعم. لازم عرفتي مثل بيقولوا مصر والنيل، احنا الشام وبرده بحن لميته بحن لميت الفيجة. حلو. بقى ما بيقدروا بقى، وبالاخر قد ما غابوا لازم هن يبنوا بلدهم. لازم هن بقى هذا الشيء انزرع جواتهم. الطريق الى دمشق انه قد ما غبنا وقد ما بعدنا وقد ما كنا مبتورين ومعاقين ولا كنا على الكرسي ولا، احنا حنبني الطريق لحتى نرجع ان شاء الله، وترجع سوريا زي ما كانت واحسن باذن الله تعالى. يعني جميل هذا الامل فعلا موجود بداخلك بدايه، اللي قدرتي فعلا تنقلي لهدول الاشخاص، انك زي ما قلتي اذا ما كانت الثقه موجوده فينا ما بنقدر نعطيها. ما فائدة الشيء لا يعطي. أكيد. يعني يمكن القصص كثيرة. أنا كمان حابة تذكري لنا بعض يعني قصة أثرت فيك شخصيا، وأكيد إحنا شفنا والمشاهدين قبل فترة عرضنا قصة عصام حسنة، وهم يعني عاصم عفوا، وهو أحد الأشخاص اللي فعلا بترت قدمه وأنتوا ساعدتوه بطرف صناعي.
عاصم اجاني على المستشفى جريح ما كانت مبتوره لسه رجله على الجزيره، انبترت عندي بالمستشفى. عاصم من الشباب القلائل جدا جدا اذا ما كان الوحيد. لما كنت ادخل عنده على الغرفه تلاقي الكتب جنبه ويقرا. جميل. يعني طريقه تفكيره مختلفه جدا، بعده مختلف، طموحه مختلف. كان عاصم اثبت وجوده. عاصم لما طلع ركب طرف بس ما كان عنا لسه لانه احنا ما كنا فاتحين لسه المركز. بعدين عاصم دخل بدوره تصنيع الاطراف. هلا احنا من ضمن الدورات اللي عم تنعمل بالمركز، والان اليوم دوره فيزيائي، امبارح دوره دعم نفسي كانت ككورس ثاني. عاصم دخل بدوره التصنيع الاطراف. اكيد هو هلا بالمانيا وهو ما شاء الله حكى لنا عن نجاحاته الجميله اخذناها عبر السكايب من فتره. وعاصم اشتغل على نفسه كثير، وبالاخر هو اخر مره هو صنع طرفه، ولما سافر هو كان مصنع طرفه بايده. يعني خلينا ختام الحلقه اعطينا هيك ايضا مثال لازال عالق في بالك. هلا احنا عندنا كثير امثله، كثير قصص نجاح بالمركز. في عندنا طالبه وصلتني بكالوريوس عربي اسمها هدى، هلا عم تعمل ماجستير، جبنا لها داعمه ويعني عم تتعلم السواقة، مبتورة من هون قدمها. جميل. ما معها أهل أبداً أبداً هدى. هدى هلأ من سنة ما عاد إلها علاج عنا. لكن وين بدك تطلعيها صبية لوحدة؟ وين بتقعد؟ فأنتوا قويتوها. أيوة. الآن هدى عنا وسام. وسام من بترة إجره كانت حتروح الثانية عندي بالمستشفى. وسام منظمة إسبانية تبنته وأخذته على إسبانيا وعملت له عمليته. لأنه كان بالأردن ما عاد ينعمل له عملية برجله الثانية. وسام من الشخصيات كمان اللي ما كان. يعني قصص كثيرة أستاذة بدرية، بالفعل جهود مباركة جدا. يعني وحتى هذه الروح اللي موجودة عندك أنا أعتقد أنها وصلت للمشاهدين، روح الأمل الموجودة عندك، وأيضا روح المقاومة اللي موجودة واللي أنت بثتيها في يعني في قلوب كل من تعاملتي معهم في هذا المستشفى أو في هذا الظرف. شكرا كثير لك لتواجدك معنا لكم في صباح الإيمان. شكرا لاستضافتكم، شكرا كثير، انا كثير مبسوطه وسعيده اني انا بيناتكم. يعطيك العافيه. الله يجزيكم الخير.